ذلك الكذب خصلة قبيحة لا يجوز للإنسان أن يلجأ إليها إلا إذا كان ثم مصلحة راجحة دل عليها النص. ما هي المصلحة الراجحة؟ الثلاثة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، وفي كذب الرجل على زوجته، وفي الإنماء بين الناس، يعني في دخول في الخصومات. هذا يجوز الكذب فيه. لماذا؟ لأن مصلحة الكذب راجح، مصلحة الكذب راجح. فأنت تريد أن تصلح بين اثنين، فتأتي للأول تقول فلان يثني عليك وفلان لم يثني عليه، تقول فلان ندم على أنه دخل في خصومة معك، فلان لم يندم، تقول فلان يتمنى الصلح معك وهو لم يفعل. هذا جائز. لماذا؟ لأن مصلحته راجحة وهو الصلح، والله تعالى يقول والصلح خير. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يصلح حتى فاتته صلاة الجماعة حينما تقدم عبد الرحمن بن عوف، وذهب يصلح في بين جماعة من الأنصار، فدل على فضيلة الصلح وعلى أنه قيمة عظيمة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وأما ما سوى ذلك فلا يجوز. ومما يؤسف لهم عليه أحوال كثير من الناس من اختلاق الكذب لأجل إضحاك الناس، ويل لهم، ويل لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فينسجون ويختلقون ويؤلفون الكذب لأجل أن يضحكوا الآخرين. هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.